خرج الراسينج مع ضيفه الاجتماعي حبايب بتعادل 1-1 بالمباراة يلي جمعتهم على ملعب الصفا وشهدت خشونة زايدة، وهالشي انعكس على عدد البطاقات الصفراء يلي وصلت لسبعة. الراسينج كان الطرف الأفضل بالشوط الأول، خصوصا بعد فوزه الكبير بالأسبوع الماضي على الأخاء الأهلي علي 3-0، وبالتالي كان هدف المدرب التشيكي ليبور بالا مواصلة نتائجه المميزة مع الفريق. وبعد 20 دقيقة من الفرص الضايعة نجح هداف الراسينج عدنان ملحم بافتتاح التسجيل بعد تمريرة أمامية من لاسينا سورو. وبالشوط الثاني وصل الراسينج أفضليته وحاول تعزيز النتيجة، إلا أنه الحارس قرحان كان بالمرصاد مجددا. الاجتماع انتفض من الدقيقة 60 وكاد البديل محمد غنام يعدل النتيجة من دون ما ينجح. مهاجم الفريق نيكولاس كوفي استغل الخروج الخاطئ للحارس علي الحارس وحول الكرة لداخل مرمى الراسينج لتتعادل الأرقام 1-1. الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت تخلي الفريقين عن حذرهم الدفاعي، وهاجم كل منهم المرمى الثاني، لكن الغلبة كانت لحراس المرمى. الراسينج بالرغم من أنه كان الأقرب للفوز، إلا أنه النقطة يمكن تكون إيجابية قبل مواجهة النجم الصعبة بالأسبوع الجاي. أما حصول الاجتماع على نقطة فهو أمر جيد مقارنة مع نتائج الفريق الأخيرة.